واختتم فريق الإسماعيلي تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة المقاولين العرب ضمن منافسات الدوري العام، وبدأت التدريبات حول الملعب. بعدها قام الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بتنظيم محاضرة في الملعب لشرح المهام الفنية للعيبة. وشهدت التدريبات كمان تقسيمة اللعيبة لمجموعات لتدريباتهم على جمل تكتيكية متنوعة. اتأهل المنتخب العراقي والمنتخب العماني لنصف نهائي كأس خليجي 25 بعد نهاية مرحلة المجموعات عن المجموعة الأولى، وحقق منتخب العراق الفوز على اليمن بنتيجة 5-0، وده في اللقاء اللي جمعهم على ملعب البصرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعة الأولى. وفي المباراة الثانية كمان فاز منتخب عمان على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب الميناء في نفس التوقيت. نادي روما فاز على جنوي بهدف وحيد في اللقاء اللي جمع الفرقتين امبارح في ثمن نهائي كأس إيطاليا، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الأرجنتيني باولو تيبالا في الدقيقة 64، يهدي أبناء مورينو تأهل مستحق للدور ربع النهائي من البطولة. اتأهل فريق برشلونة إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال بيتاس بركلات الترجيح 4-2، وده بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2 في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح على ملعب استاد الملك فهد بالدور نصف النهائي. وبيستعد برشلونة لمواجهة غريمه التقليد ريال مدريد في يوم الحد اللي جاي على كأس البطولة. واصل فريق تشيلسي سلسلة نتائجه المخيبة، وخسر أمام فولام بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة، وكمان بالنتيجة دي تشيلسي في المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، وفولام في المركز السادس برصيد 31 نقطة. ولم يحقق تشيلسي سوى فوز وحيد في آخر 8 مباريات على مستوى جميع البطولات. الاتحاد الدولي للفيفا حدد يوم 27 فبراير 2023 علشان يكون ميعاد لإقامة حفل جوائز الفيفا الأفضل في عام 2022، وتواجد في قائمة اللعيبة المرشحة لجائزة ذا بيست النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وكمان كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني. كمان أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة الحراس المرشحين لحصد جائزة الأفضل في عام 2022 ذا بيست، وتواجد ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي ضمن قائمة المرشحين بعد قيادة أسود الأطلسي في الوصول للمركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا.